السلام عليكم. جينا غير باش ندير واحد الابديتين ما بين الباب كل يوم الاسعار ديال الغاز الوار اللي كيهمو بزاف تاع لانه هما اللي كيديروا الترونسبور ديال المواد الغذائيه والخضار والفواكه والحوت. بالنسبه للزياده الفرق ما بين البارح واليوم هو 0.84 0.84 الخوت هو فرق ديال الزيادة. بلا ما نعلق على هذه الزيادة هذه لأن كلكم عارفين أنها غادي تكون عندها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية ديال المواطن. المهم الخوت راه إلا جيتو للمحطات ديال إفريقيا، لأن علاش جيت إفريقيا؟ لأن هي اللي كتكون أرخص، هي اللي كتكون أرخص. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.